كتاب عبقرية خالد، تأليف عباس محمود العقاد. الجزء الثالث. ويتخذ من مهمة النبي ذريعة إلى شفاء ثأر قديم، فأدنى من ذلك إلى القصد في فهم الحقيقة أن نبحث عن دواعي اللبس ودواعي الطبع التي تدفع خالدا خاصة إلى مثل هذا التصرف. فإن كانت هذه الدواعي وهذه الدوافع قائمة مفهومة فهي تفسير لما حدث وفيها الكفاية، وإن لم تكن قائمة ولا مفهومة فهنالك ينفسح مجال الظنون والفروض لمن يشاء. وقد كانت دواعي اللبس ودواعي الطبع قائمة مفهومة في مقتلة بني جديمة، فإن البوادي كلها حول مكة كانت تفخر بالشر وتتحفز للوقيعة في تلك الآونة بعد تسليم مكة. فلم تمض أيام على سرية خالد حتى كانت بطون هوازن وثقيف وجشم وغيرها متجمعة في العدة الكاملة والعديد الوافر لمباغتة النبي وجمعه. فإذا ارتاب خالد في نيات طائفة من أهل البادية مشهورين بالشراسة والغدر وهم يلقونه بالسلاح، فله في ارتيابه وجه لا يخفى. وإذا أضيف إلى ذلك تلجج القوم في إعلان إسلامهم والإفضاء بنياتهم، فليس اللبس هنا بعازب عن بال المتوجس في أشباه ذلك المقام. وقد يغني الشعر والقصص في الكشف عن شعور القوم هنا ما ليس يغنيه التاريخ وتسلسل الرواية. فمن كلام أحد الوهبيين في خطاب بني جذيم بن عامر يسوغ لنا أن نفهم أنهم لم يكونوا متفقين على الإسلام والمسالمة، وذلك إذ يقول: دعونا إلى الإسلام والحق عامرا، فما ذنبنا في عامر إذ تولت، وما ذنبنا في عامر لا أبالهم لئن سفهت أحلامهم ثم ضلت. وقال أحد من جذيمة: فلا قومنا ينهون عنا غواتهم، ولا الداء من يوم الغميصاء ذاهب. وفي قصة رواها محمد بن إسحاق بن يسار وهو من الثقات شواهد على إصرار بني جذيمة وعنادهم إلى ما بعد الإسار والإنذار. وفحوى هذه القصة كما أثبتها صاحب كتاب الأغاني، حيث نقلت ببعض التصرف أن خالد بن الوليد كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسئل عن غزوته بني جذيمة فقال: إن أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثت. فقال: تحدث. فقال: لقيناهم بالغميصاء عند وجه الصبح، فقاتلناهم حتى كاد وجه الشمس يغيب، فمنحنا الله أكتافهم فتتبعناها نطلبهم بغلام له ذوائب على فرس ذنوب في أخريات القوم، فبوأت له الرمح فوضعته بين كتفيه فقال: لا إله. فقبضت عنه الرمح فقال: إلا اللات، أحسنت أو أسأت. فهمسته همسة أذريته وقيدا، أي مشرفا على الموت، ثم أخذته أسيرا فشددته وثاقا، ثم كلمته فلم يكلمني، واستخبرته فلم يخبرني. فلما كان ببعض الطريق رأى نسوة من بني جذيمة يسوق بهن المسلمون فقال: أيا خالد، قلت: ما تشاء. قال: هل أنت واقفي على هؤلاء النسوة؟ فأتيت على أصحابي ففعلت، وفيهن جارية تدعى حبيشة، فقال لها: ناوليني يدك. فناولته يدها في ثوبها فقال: أسلمي حبيش قبل نفاد العيش. فقالت: وأنت حييت عشرا أو تسعا وترا وثمانيا تترا. قال: وتناشدا الأشعار حتى قتل. وأقبلت الجارية ووضعت رأسها في حجرها وجعلت ترشفه وتبكي، إلى آخر القصة في الجزء السابع من الأغاني، وهي على ظهور الاختراع في بعضها لا تخلو من دلالة على موقف بني جذيمة من سرية خالد. فإذا صح مع هذا أن خالدا تلقى من عبد الله بن حذافة السهمي أمرا بقتال بني جذيمة نقلا عن النبي عليه السلام، فهو خليق أن يعتمد على الفتوى من أمثاله لحداثة إسلامه وقلة علمه بفقه الدين وأحكامه. وهي على أي حال رواية لا تغفل كل الإغفال في صدد البحث عن أخبار هذه السرية.
والجو كله بعد هذا وذاك، سواء في البادية أو في مكة، هو جو الحرب والريبة وجو التربص والنفور، فلا عجب أن تختلف فيه النوازع والآراء، وأن تستطار فيه دواعي الشر والنقمة، وأن يتطرق إليه اللبس، وتتعذر فيه استبانة الوجه الصريح. وعند خالد دوافع الطبع إلى جانب دواعي اللبس واختلاط الآراء، وهي الدوافع التي قد نعد منها حداثة السن في ذلك الحين، ومنها أنه تناول الموقف كما يتناوله القائد المطبوع على القتال في الصحراء، ويحدث للقائد في هذا الموقف كثيرا أن يفرق بين ضربين من التسليم، هما تسليم المراوغة والختل وتسليم الإذعان والنصيحة، ولا سيما تسليم العدو المتهم المتردد الذي يحيد عن الصراحة ويفند أناسا منه مقال أناس آخرين. ومن دوافع الطبع عند خالد تلك الصرامة التي ينشأ عليها كل من نشأ في مثل بيئته الجاهلية، وتلك الشدة التي تثيره إليها أعصابه ويومئ إليها تفزعه في نومه ومشاركة إخوته في عوارضها الموروثة على نحو من الأنحاء. وهي لا ريب تلك الشدة التي عناها عمر بن الخطاب حين قال: إن في سيف خالد لرهقا، وهو من أعرف الناس به وأقربهم إليه. وهي التي توقعها جحدم أخو بني جذيمة حين صاح بقومه محذرا إياهم من إلقاء السلاح: ويلكم يا بني جذيمة، إنه خالد، كأنها خليقة معهودة منه لا تحتاج إلى تأويل بعيد. وندرت في تاريخ الحروب القديمة والحديثة حرب تدور على العقيدة الدينية أو الحمية الوطنية لا تحصى عليها فلتة من أشباه هذه الفلتات، ولا يقع فيها نذير السيف حيث ينبغي أن يقع بشير السلام. ولا يبعد أن يكون خالد قد ورث من عمومته جفوة لبني جذيمة، فجنح به شعوره إلى سوء الظن بهم وقلة الطمأنينة إليهم، من حيث لا يقصد الثأر ولا يتعمد الانتقام. كل هذا أقرب إلى تعليل بطشه بالقوم من اتهامه بحمل أمانة النبي على دخل وسوء نية، وهو الرجل الذي حارب أصدقاءه وأقرب الناس إليه على أبواب مكة، وله ندحة عن حربهم لو تعمد اجتنابها أو كان قصاراه أن يتعلل باللسان ولا يرجع إلى صدق النية في إطاعة النبي عليه السلام. ومهما يلم اللائمون أو يعذر العاذرون في هذه الزلة، فمقطع القول فيها بين المنصفين أنها خطأ، وأن الإبقاء على خالد بعدها صواب، لأن صواب الإبقاء على خدمته بعد غزوة بني جذيمة قد ظهر أيما ظهور في حروب الردة وحروب الفرس والروم. وذلك مثل من تربية النبي عليه السلام لأفذاذ الرجال، ويتجلى تمام هذا المثل بإعطاء الرجال فرص المراجعة والإصلاح في أمر يشبهه الأمر الذي أخطأوا فيه، وموقف قريب من الموقف الذي عرضهم للملامة، وهذا الذي توخاه عليه السلام حين أرسل خالدا دون غيره إلى بني المصطلق وهم من بني جذيمة ليستخبر له خبرهم ويتبين الحق فيما بلغه عن ارتدادهم. وكان الوليد بن عقبة قد أخبره أنهم ارتدوا عن الإسلام، فندب عليه السلام خالدا وأمره أن يثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوه أخبروه بأنهم متمسكون بالإسلام وسمعوا آذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى ما يعجبه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. وهو مثل ينبئ عن كثير، وقد ينبئ فيما ينبئ عنه أن خالدا لم يتعسف كل التعسف في شكه الأول ببني جذيمة على اختلاف بيوتهم، لأن الشك فيهم ما زال يتكرر بعد ذلك بشهور، وما زال يدعو إلى تلقي الإشاعة عنهم وإفاد الوفود إليهم مرتين للتمحيص والاستخبار. غزوة حنين. ولم تمض أيام معدودات على مقتلة بني جذيمة حتى لمس خالد موضع الثقة من نفس النبي في حادث من أكبر حوادث الإسلام، وهو غزوة حنين. لمس هذه الثقة في غزوة حنين مرتين، مرة في إسناد قيادة الخيل إليه على طليعة الجيش، ومرة في سؤاله عنه وعنايته به بعد هزيمة الخيل مولية عند اشتباك الجمعين.
وحق خالد في تلك الثقة إنما يستبين من عرض الغزوة كلها لجلاء الأسباب التي أوقعت الهزيمة الأولى بجيش المسلمين، ولا يد فيها لخالد من قريب أو بعيد، بل لعلها توحي إلينا أن هزيمة خيله يومئذ إنما كانت كصد الأجسام للأجسام، ضرورة مادية لا دخل فيها للعوامل النفسية أمام جارفة من الجوارف القوية تأخذ ما أمامها من إنسان أو حيوان ومن شجاع أو جبان. فقد فتحت مكة والأعراب من حولها سائرون حانقون، وعلموا يومئذ أنها الوقعة الفاصلة، وأنه لا مطمع بعدها في مكافحة النبي إذا تطاولت الأيام على قيام دينه في البلد الحرام وموطن الكعبة والأصنام. فاجتمعت قبائل همدان من هوازن وثقيف وجشم، ومشى بعضهم لبعض يقولون إن محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنا، فلنغزه قبل أن يغزونا. واستنفروا القبائل فلباهم من أقربائهم عدد كبير، منهم بنو سعد بن بكر الذين تربى بينهم النبي وهو رضيع، وتولى قيادتهم مالك بن عوف النصري وهو فتى جريء في نحو 30 يجمع إلى غطرسة الإمارة وحمية الفروسية حدة الشباب ولدد الخصومة والعناد، فساق أموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم إذا رأوا المسلمين أن يكسروا جفون سيوفهم ثم يشدوا شدة رجل واحد، فإما فوز وإما فناء. وصفت الخيل ثم الرجالة المقاتلة ثم الإبل عليها النساء ثم صفت الغنم ثم صفت النعم في حراسة لئلا تفر والجيش مشتغل عنها. وسأله دريد بن الصم حكيم القوم: ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فسخر دريد برأيه وقال له: رويعي صبآن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها أي الحرب إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. فرماه مالك بالخرف ولج في عناده، ولمح في بني هوازن ميلا إلى كلام دريد، فجمع به غضبه العارم وأقسم: لتطيعني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فهي عزمة رجل مستميت لا يبالي ما يصنع بنفسه أو بقومه في سبيل قهر المسلمين. ونمى الخبر إلى النبي، فخرج في 2000 من أهل مكة حديثي العهد بالإسلام وعشرة آلاف من أصحابه الذين قدموا معه من المدينة، وقيل إنهم كانوا جميعا 8000. وأعوزه السلاح، فاستعار من بعض المشركين دروعا فأعطوه 30 أو 40 درعا، وقيل 100 درع بما يكفيها من السلاح. واستعار من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 3000 رمح فأعاره إياها وهو يقول: كأني أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين. وأخرج خالدا على طليعة الجيش في 100 فارس من بني سليم. قال الحارث بن مالك: خرجنا مع رسول الله ونحن حديث عهد بالإسلام، فسرنا معه إلى حنين، وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما، فرأينا ونحن نسير مع رسول الله سدرة خضراء عظيمة، فتنادينا من جنوبات الطريق: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكان في الجيش كثير من أمثال هؤلاء المسلمين المحدثين، ومعهم في ساقة الجيش جمع من المشركين بين رجال ونساء ينظرون ما يكون. وكان فيهم أبو سفيان الذي قال حين رأى بوادر الهزيمة: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر.
وفيهم كلدة بن الحنبل الذي صرخ شامتا متعجلا: ألا قد بطل السحر اليوم؟ وصرخ معه آخرون يقولون: اليوم ترجع العرب إلى دين آبائها. وكان الغالب على جيش المسلمين في خروجهم قلة الاكتراث بعدوهم، فقال أبو بكر الصديق: لن نغلب اليوم من قلة. ونسبت هذه الكلمة إلى غيره، ولكنها قيلت على التحقيق لما جاء في القرآن الكريم: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وتقدم الجيش حتى حضرت صلاة الظهر، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبلا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد: أنا يا رسول الله. فأمره عليه السلام أن يستقبل الشعب حتى يكون في أعلاه، وقال له: لا تغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحوا سأل النبي: هل أحسستم فارسكم؟ يعني ذلك الحارس المستطلع. قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فجعل عليه السلام يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال: أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب، وإذا هو قد جاء حتى وقف وقال: إني انطلقت حتى إذا كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، فسأله: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضي حاجة. وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنع. ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة رسول الله، فولى أصحاب رسول الله وأرجع منهزما. وحدث أبو عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله في حنين، فسرنا في يوم قائظ شديد الحر. وروى محمد بن إسحاق بسنده: خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله إليها، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه، وأقبل رسول الله وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد. وفي روايات شتى أن كمينا من المشركين فاجأ المسلمين من شعبة في الوادي وقابلهم بنبال كأنه الجراد المنتشر، وكانوا رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، فأدبرت الخيل وأدبر المقاتلة وراءها لا يلوون على شيء. وتلك جملة الأخبار عن بدء المعركة جمعناها من مصادر متعددة وأثبتنا بعضها بحروفها، ويتبين من المعارضة بينها أن الهزيمة انكشفت من الهجمة الأولى، لأن الخيل فوجئت في الطليعة بالنبال المنتشر من الكمين المستتر، فولت منهزمة في جفلة حيوانية معروفة في أشباه هذه المواقف. وقديما ذكر الرواة عن حرب الإسكندر وأمراء الهند أن جفلة الفيلة من الحديد المحمى كانت هي سبب الهزيمة التي أصيبت بها الهند، فانقلبت الفيلة وبالا عليهم وقضت وهي مولية على الكثيرين من فرسانهم ومشاتهم، تطأ بعضهم وتوقع الآخرين وتدفع من حاول الثبات إلى الفرار. ولم تمض على حنين بضع سنوات حتى لقي الفرس من فيلتهم في حرب المسلمين مثل هذا المصرع ومثل هذه الجفلة الحيوانية يوم تعمدها المسلمون بالضرب في الأعين والخياشيم.
وقد حدث مثل هذا مرة أخرى في وقعة حنين هذه، حين حاول المسلمون أن يكروا بعد الفرار، فصار الرجل يلوي بعيره فلا يقدر على ذلك لكثرة الأعراب المنهزمين، فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه، ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت. وهكذا بدأت الهزيمة بفرار الخيل ولحاق المشاة بهم واختلاط الحابل بالنابل بعد ذلك من الفريقين. وتواتر القول أن الطلقاء الحديثين في الإسلام أدبروا منهزمين عمدا بعد الهجمة الأولى، فأشاعوا الهزيمة في من معهم من المهاجرين والأنصار. ولقد أوشكت أهل مكة أن يستقبلوا الأعراب المتقدمين على رضا من بعضهم لحنينهم إلى الدين القديم، وعلى كره من بعضهم لأنفتهم من غلبة الأعراب على قريش. ولولا أن تغير مجرى القتال ودارت الدائرة على المشركين لحظات، وكان الفضل في ذلك لحركة جاءت من قبل المسلمين وحركة جاءت من معسكر الأعراب، وكان مجيئهما في الموعد المقدور. فأما الحركة التي جاءت من قبل المسلمين فهي بروز النبي عليه السلام بشخصه الكريم إلى مقدمة الصفوف، فقد ثبت في ذلك الهول الجارف ثبوتا يجل عن الوصف، وأخذ زمام المعركة كلها في يديه ليمضي وحده في القتال كيفما تصير الأمور. وكان قد شهد المعركة على بغلته دلدل أو الشهباء، فانحاز إلى اليمين سريعا ليستطيع التقدم بين تلك الصفوف المتدفعة من مدبرين ومقبلين، والتفت إلى اليمين ونادى يا معشر الأنصار، ثم التفت إلى اليسار ونادى كذلك يا معشر الأنصار، فتسامعوا وتجاوبوا وعطفوا كما وصفهم شاهدو الموقف عطفة الإبل على أولادها، واجتمع معهم حول رسول الله مئات في لمحة عين. وتختلف الروايات في وصف هذه الحركة المجيدة من بدايتها، فيقول بعضها إن الناس أدبروا يومئذ عن رسول الله حتى بقي وحده، ويقول بعضها بل بقي معه نفر قليل منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيع بن الحارث ومعتب بن أبي لهب وعبد الله بن مسعود، وقليلون لا يتجاوزون 12. وجعل رسول الله يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر عمه العباس أن يصرخ في الجيش يا معشر الأنصار، يا أهل السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا بني الخزرج. وكان العباس رضي الله عنه جهير الصوت يسمع صوته على مسافات بعيدة، وقيل إنه كان يقف على سلع وينادي غلمانه بالغابة فيسمعونه وبينه وبينهم 8 أميال. فلما جلجل صوته بهذا النداء إذا بالأنصار والمهاجرين يتجاوبون يا لبيك يا لبيك، ويسرعون إلى ناحية الصوت زرافات زرافات، حتى تجمع منهم 300 أو يزيد في لحظات. ثم شاعت بين الألوف المؤلفة قدوة الكر والإقبال بعد الفر والإدبار، فإذا بالجيش بقضه وقبيضه يعدو إلى ساحة القتال ويرسل الخيل والمطايا ليملك كل منهم زمام يديه وقدميه. وهانت النفوس حتى استهدفت النساء للموت غير مباليات، ومنهن من لم تكن على صحة في النظر كالعميصاء أم أنس بن مالك، وكانت وهي حامل تحزم وسطها ببرد لها وفي حزامها الخنجر لدفع ما يجترئ عليها. وكان خالد بن الوليد قد سنى عنان فرسه بعد التوائه في الهجمة الأولى، فلم يزل يقاتل حتى سقط مثقلا بالجراح لا يقوى على السير من مؤخرة رحله. وهناك وجده النبي عليه السلام حين خرج يتفقد الجرحى بعد المعركة، فبارك له وواساه. أما الحركة التي جاءت من قبل المشركين فأعانت على هزيمتهم، فذاك أنهم قد غرتهم طلائع النصر، فأقبلوا على الغنائم والأسلاب، وشغل الكثيرون منهم بالتقاطها واستلابها عن مطاردة المدبرين، فاتفقت الحركتان في وقت واحد لتحويل وجهة القتال. ويتبين من مقدمات المعركة كلها ومن بوادرها التي أجملناها
أن الهزيمة فيها بعد الهجمة الأولى كانت ضرورة مادية لا محيد عنها، وأنها ضرورة لم يكن لخالد يد فيها ولا طاقة باتقائها، لأن أسبابها كلها كانت من وراء تدبيره ومشيئته، وهي كثيرة نجملها ما وسعنا الإجمال. فمنها أن الروح التي غلبت على جيش المسلمين في بداية المعركة كانت روح استهانة وقلة اكتراث، وأن الروح التي غلبت على روح المشركين يومئذ كانت روح استماتة وعناد مع تقارب العدد بين الجيشين. وربما رجحت كفة المشركين في الدروع والسلاح لما تقدم من حاجة النبي عليه السلام إلى استعارة بعض الدروع والرماح. ومنها أن جيش المسلمين كان فيه كثير من الطلقاء قد يبلغون 2000 وقد يزيدون، وكانوا على مكر أو على ضعف يبيتون النية على خذلان النبي فخذلوه وتبعهم الناس. ومنها أن جيش المشركين سبق المسلمين إلى مواقفه فاختار وأحسن الاختيار وهجم في الوقت الذي ارتضاه. ومنها أن المسلمين كانوا يواجهون الشمس عند الصباح، واليوم قائظ لا تقوى فيه العيون على مواجهة شعاعها، فحيل بينهم وبين التثبيت والإحكام في مطلع الصباح إلى أن استوت الشمس في كبد السماء. ومنها أن استطلاع المسلمين لم يكن على عادته من البراعة والتيقن والإسراع، فقد أبطأ الفارس المستطلع حتى التمسه النبي عليه السلام مرات، ثم جاء ولم يخبر بشيء، ثم ظهر الكمين المرهوب من حيث لا يرونه فأوقع بالخيل وهي لا تحسب له أي حساب، وهذا مع مهارة المشركين في الرماية حتى قيل إنهم لا يسقط لهم سهم. ومنها أن بني سليم أصحاب الخيل التي تولاها خالد كانوا على قرابة من هوازن، وعز عليهم أن يلاحقهم المسلمون بعد استدارة المعركة، فكانوا يقولون ارفعوا القتل عن بني أمكم، وكانوا مع هذا ضعاف الإسلام، فسبقوا إلى الردة بعد موت النبي عليه السلام، وما زالوا في موضع الظنة بعد ذلك على عهد الخلفاء. فتقدير النبي عليه السلام لخالد بن الوليد إنما هو التقدير الصحيح لأعمال السرايا والجيوش في مؤتة وبني جذيمة وحنين، وكأنما هو تقويم الجوهري الخبير للجوهر النفيس في معدنه الخفي غير مصنوع ولا مصقول، وللتاريخ من بعده تقويم الجوهر بما يضفي عليه من جمال الصوغ والضياء. وهنا نقول إن تقدير النبي عليه السلام خالدا بن الوليد لم يكن تقدير المجاملة لمكانه أو لما يرجى من قومه الأقوياء بني مخزوم، فإنه عليه السلام لم يجامله في وصفه الذي طبقته حوادث الأيام، ولم يجامله حين قدم عليه في القيادة 3 من السابقين في الإسلام وترك اختياره بعدهم لاتفاق كلمة المسلمين، بل لم يجامله حين خاصم عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي عليه السلام وقال له معرضا: يا خالد ذر أصحابي، لو كان لك أحد ذهبا فأنفقته قيراطا قيراطا في سبيل الله لم تدرك غدوة أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحمن، إنما هو سيد السادة ومربي الرجال والأبطال، يقوم الأعمال بقيمتها وينزل العظماء في منازلهم، ولا يمنعه أداء المجاملة أن يجامل بمقدار على حسب السوابق والأقدار. وقد تولى خالد للنبي أعمالا أخرى في سنوات صحبته 3، ولكن الأعمال التي اخترناها هي أكبر أعماله في حياته عليه السلام، وهي أقرب الأعمال إلى وزن كفايته وتقويم معدنه وتمييز خلقه، ولكنه أريد لكل عمل صغير كما أريد لكل عمل كبير، وكانت للنبي عليه السلام نظرة في كل مهمة مقدورة ندبه إليها. فمن مهامه الصغيرة تسييره في 30 فارسا لهدم العزة بعد فتح مكة ببضعة أيام، وهي الصنم الذي كان أبوه يتمسح به وينحر له الإبل والغنم،
وكان من بطون بني سليم الذين قاتلوا مع خالد في مقاوم شتى، وقد كان معبود القبائل التي لقيها المسلمون في يوم حنين، وأصله ثلاث شجرات بأرض نخلة يزعمون أن ربهم كان يشتو بها لحر تهامة ويصيف باللات عند الطائف لبردها، وظلت مخوفة إلى ما بعد الإسلام. فيقول الكلبي: إن اللات والعزى ومنات لكل منها شيطانة تكلمهم، وتراءى للسدنة من صنيع إبليس وأمره. وهي التي أرجف من أرجف من المشركين أن القرآن الكريم يرتضيها ويساومهم على عبادتها، ويجعلون منه قولهم: اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فهي مهمة مخوفة من وجهتها النفسية، وإن سهلت من الوجهة الحربية. فخرج خالد حتى انتهى إليها فهدمها، وجاء في بعض الأقاويل أنه لما انتهى إليها جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة شعرها، فجعل السادن يصيح بها: أعز إذا لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فأخذ خالدا إقشعرار في ظهره وضربها بالسيف فشقها، ثم لقي النبي فقال له: الحمد لله الذي أكرمنا بك وأنقذنا بك من الهلكة، لقد كنت أرى أبي يأتي العزى بخير ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعزى ويقيم عندها ثلاثا ثم ينصرف إلينا مسرورا، ونظرت إلى ما مات عليه أبي وإلى ذلك الرأي الذي كان يعاش في فضله، وكيف خدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. فقال عليه السلام: إن هذا الأمر إلى الله، فمن يسره للهدى تيسر له، ومن يسره للضلالة كان فيها. وكذلك بلغت العبرة إلى خالد قبل أن تبلغ منه إلى الناس. ومن المهام التي ندب لها في حياة النبي مهمة يمتزج فيها الشك بالأمل والرفق بالشدة والترغيب بالترهيب، لأنها بعثة إلى أناس غلابين مجتمعي الرأي أولي عصبة وبأس وحنكة، ولهم سمة يخالفون بها سمة العرب في معظم أنحاء الجزيرة، وهم بنو الحارث بن كعب بنجران. أرسله إليهم وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثة أيام، فإن استجابوا قبل منهم، وإن لم يفعلوا فله أن يقاتلهم. فخرج إليهم وبعث الركبان فيهم يبشرون بالدين الجديد ويبصرونهم بفضائله وأحكامه، فاستجابوا له ودخلوا فيما دعوا إليه. وأقبل وفد من عظمائهم على النبي بأمره عليه السلام، فقال حين رآهم: من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله، هؤلاء رجال بني الحارث بن كعب. ثم سلموا ونطقوا بالشهادتين، فقال لهم عليه السلام: أنتم الذين إذا زجروا استقدموا، وأعادها ثلاثا وهم لا يجيبون. فلما أعادها الرابعة قال زعيمهم يزيد بن عبد المدان، وفيه تكبر وعجرفة: نعم يا رسول الله، نحن الذين إذا زجروا استقدموا، وكررها أربعا. فقال النبي: لو أن خالدا لم يكتب لي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فانطلق ابن عبد المدان يقول: أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. قال: فمن حمدتم؟ قالوا: حمدنا الله عز وجل الذي هدانا بك يا رسول الله. قال: صدقتم. ثم سألهم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا متغضبين: لم نكن نغلب أحدا. قال: بلى، كنتم تغلبون من قاتلكم. فعادوا يقولون: كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله، إن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: صدقتم. وقفلوا إلى ديارهم، فأرسل إليهم عمرو بن حزم يفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم الصدقات. وقد شهد خالد مع النبي عليه السلام غزوتين لم يجر فيهما لقاء ولا اشتباك، وهما غزوة الطائف وغزوة تبوك.
وكانت غزوة الطائف تتمة لوقعة حنين، لاذت بها القبائل بعد فرارها وامتنعت وراء أسوارها، وجمعت من الميرة ما يكفيها إلى السنة القابلة، فأحاط المسلمون بالأسوار فرماهم المشركون بالنبال كأنهم أسراب الطير، وقتلوا وجرحوا وهم متمكنون في أسوارهم. فبرز خالد لهم يدعوهم إلى النزال ولا يجيبه أحد، ثم صاح به عبد ياليل عظيم ثقيف: لا ينزل منا أحد، ولكن نقيم في حصننا، فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين، فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا. فضربهم المسلمون بالمنجنيق، وتقدم نفر من الصحابة تحت دبابتين من جلود البقر يفتحون ثغرة في الحصن، فأرسل عليهم المشركون سكك الحديد المحمات فأحرقت الدبابتين وصدتهم عن السور، وأمر عليه السلام بكرومهم ونخيلهم فقطعت وهم يصيحون: دعها لله والرحم. فقال عليه السلام: أدعها لله والرحم. واستشار نوفل بن معاوية الديلي في أمرهم فأجابه: يا رسول الله، ثعلب في جحر، إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك. وفي الطريق قسم النبي غنائم حنين قسمة لم ترض أناسا، فغضب رجل من المنافقين وصاح في حضرته: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاحمر وجهه عليه السلام غضبا وقال له: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل. ووثب خالد وعمر يستأذنانه في ضرب عنقه، فأبى وقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فعاد النبي يقول: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. أما غزوة تبوك فقد خرج لها النبي عليه السلام إلى حدود الروم سنة 90 للهجرة في أعظم جيش شهده المسلمون في حياته، ومن ثم أمر خالدا أن يذهب إلى دومة الجندل ليأتيه بأميرها الأكيدر، لأنه كان في وسط الطريق بين الحجاز والعراق والشام، عينا للروم وحربا للقوافل، يدين للقسطنطينية بالعقيدة وبالطاعة. ومن خبرة النبي عليه السلام بالقبائل وأحوالها والأمراء وعاداتهم أنه قال لخالد: ستجده يصيد البقر، فكان ما قال. وقد ذهب خالد إلى الدومة في 420 فارسا، فاقتحم الحصن واضطر من فيه إلى التسليم ومنهم الأمير، وجاء به إلى المدينة فصالحه النبي على الجزية وعاهده على الأمان. وثم بعثة من غير هذا الباب ندب لها خالد، ولم يندب لمثلها قط في عهد النبي ولا عهود خلفائه، وتلك بعثته إلى بني مراد وزبيد ومزحج باليمن، يدعوهم إلى الكتاب ويعلمهم شريعته وأحكامه. قيل إنه مكث فيهم أشهرا يدعوهم فلا يجيبونه، وإنه عليه السلام بعث بعده علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن معه، فإن أراد أحد أن يعقب معه تركه. ولا غرابة عندنا في هذا الذي حدث إن كان قد حدث على الوجه الذي ذكره الرواة، فإن خالدا لم يسمع من القرآن ولا من فقه الدين كما سمع الصحابة ممن عاشروا النبي سنين بعد سنين، وإنما هي سنوات قلائل لم يفرغ فيها إلا بضعة أشهر من الغزوات والبعوث. وقد أما الناس بالحيرة وفي خلافة الصديق، فقرأ من سور شتى ثم سلم والتفت إلى الناس معتذرا يقول: شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن. ويجوز أن النبي عليه السلام أرسله في هذه البعثة ليدربه على الدعوة وليفرغ بعض وقته للمدارسة والمذاكرة بهداية من معه من فقهاء الصحابة. ويجوز أنه عليه السلام تعمد أن يرصده للبطل المشهور عمرو بن معد يكرب فارس زبيد ندا له ليكف من غربه ويلزمه التدبر في عاقبة نكسه وانتقاضه. وفي تواريخ البعثة اضطراب قد يشكك القارئ في بعض وقائعها وأغراضها،
فيجوز أيضا أن البعثة وفقت بعض التوفيق أو كل التوفيق، وأن الرواة قد فاتهم في هذا الصدد شيء كثير أو قليل من التحقيق، لكنها كائنا ما كان مصيرها ومصير عشر من أمثالها لو ندب إلى عشر من أمثالها لتسقطن من سيرة خالد ويبقين له ما هو حسبه من البطولة وصدق البلاء، ولا يكونن بها أو بغيرها خطيبا يبين من منبر التاريخ وإن لم يحمله قط منبر التعليم. حروب الردة. لتفصيل الكلام في حروب الردة مكان غير هذا المكان، لأننا نتناول منها في هذا الكتاب ما يتصل بأعمال خالد وتقديم خصائصه ومزاياه، وندع ما عدا ذلك لمكانه من الشروح والمطولات. وقد رجعت حروب الردة كجميع الثورات والأحداث الاجتماعية إلى أسباب مختلفة ولم تنحصر في سبب واحد، وربما كان من أسبابها ما خفي على المؤرخين ولا يزال خافيا علينا حتى الآن، ولكننا نعتقد أن الأسباب الآتية كافية لتفسيرها وتفسير نصيب خالد منها على القدر اللازم لفهمها وتصحيح دلالاتها. فمن أسباب حرب الردة تمرد القبائل القوية على قريش، وأقواها القبائل التي تنتمي إلى ربيعة دون مضر، فإنها كانت تتعصب لنسبها وتأنف أن تعلوها قريش بفضل النبوة والرئاسة. وصرح بذلك طليحة النمري حين لقي مسيلمة زعيم بني حنيفة ومدعي النبوة في اليمامة، فقال: أشهد أنك كذاب، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من كذاب مضر. وكان مسيلمة هذا يقول إنه أراد أن يأخذ نصف الأرض ويترك نصفها لقريش، ولكن قريشا قوم ليسوا عادلين، ولم تكن المنافسة بين قبائل مضر أخف ولا أضعف من المنافسة بين مضر وربيعة، فإن المنافسة في الأقربين أشد وأيقظ من المنافسة بين الأبعدين كما هو المعهود في كل قبيل. فكانت ذبيان وعبس وبنو أسد تكره من سيادة القرشيين ما تكرهه القبائل البعيدة، وروي عن عيينة بن حصن مثل ما روي عن طليحة النمري، إذ قال يؤيد المتنبئ طليحة بن خويلد: نبي من الحليفين أحب إلينا من نبي من قريش، ويعني بالحليفين بني أسد وبني غطفان. وكانت قريش تقابل مثل هذه النفرة بمثلها في أيام خصومتها للنبي وثورتها عليه، فكان صفوان بن أمية مشركا في وقعة حنين، ولكنه أنكر من أخيه أن يفرح بنصر هوازن وحلفائها، وصاحبه وهزيمة المسلمين على أوشدها: اسكت فض الله فاك، أتبشرني بظهور الأعراب؟ والله لأن يكون لي رب رجل من قريش أحب إلي أن يكون لي رب رجل من هوازن. ومن أسباب الردة ثورة البادية على الحاضرة، فما زال من دأب البادية في كل زمان أن تنقم على الحاضرة سلطانها ونعمتها، ولم يشد عن هذه السنة إلا بضع قبائل فيما بين مكة والمدينة كانت تخشى من سطوة القبائل الكبرى ما ليست تخشاه من سطوة المدينتين، وكانت تحتكم في خصوماتها إلى وساطة أهل مكة تارة وأهل المدينة تارة أخرى، فتؤثر مودة الجوار بعد طول الخبرة وطول العشرة على بلاء الفتنة فيما بينها إذا زال سلطان مكة والمدينة، ولزم بعض هذه القبائل الحيدة يترقب ما يكون، وأسرع بعضها إلى تلبية الدعوة فحارب في صفوف المسلمين. ومن أسباب الردة نجاح الدعوة المحمدية بعد فتح مكة، فإن هذا النجاح أطمع بعض القادة من رؤساء العشائر في بلوغ مثل هذا المطلب الجليل، فما هو إلا أن استقر الأمر لمحمد في الحجاز وما حوله حتى اشرأبت الأعناق للاقتداء به، وظن من ظن أنهم قادرون على ما قدر عليه، وأن المسألة كلها مسألة كهانة وأسجاع وقيادة واتباع، وقصرت عقولهم عن إدراك سر القوة الأصيلة التي هيأت لمحمد كل ذلك التوفيق العظيم، وهي أن دعوته مطلوبة لإصلاح الأخلاق والمعاملات ونظم الحكم والمعيشة في العالم كله،
وليست مجرد نهزة تنتهز لظهور رئيس مطاع وتحقيق مجد مرموق. فظهر الدعاة في حياة النبي باليمن ونجد والبحرين لمجاراة الدعوة بالحجاز، وجاءت وفاته عليه السلام إثر ذلك فجرأتهم على المجاهرة بالعصيان. ومن الأسباب التي أثارت القبائل فريضة الزكاة التي فرضها الإسلام على كل مستطيع، فإنها أثارتهم لظنهم بالمال وأنفتهم من الأتاوة، وخالفت ما ألفوه حتى من أكاسرة الفرس وقياصرة الروم، لأنهم كانوا يأخذون من هؤلاء أكثر مما يعطون، وكانت الأتاوات التي يرضخون عنها أقل من المنح التي توزع عليهم بين حين وحين باسم الخلع أو الهبات، بل كانت منهم من ضاق ذرعا بالفرائض فأسقطها الدعاة عنهم جميعا وعافوهم من كل فريضة، ومنهم من أنف من السجود فقال لهم طليحة الأسدي: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم، فاذكروا الله قياما فإن الرغوة فوق الصريح. ويلحق بهذا وأشباهه أن الدين الجديد لم ترسخ جذوره بعد في نفوس الأقصين من أعراب البادية، ولم تهجر طباعهم بعد عادات الجاهلية في العبادة والمعيشة، وقد كان المسلمون أعلم بهم من أن يدهمهم بالمفاجأة من قبلهم، لأنهم عرفوا طويتهم قبل ذلك من القرآن الكريم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وليس أقرب إلى المألوف من نكوص هؤلاء على أعقابهم بعد موت النبي وشيوع الفتنة والاضطراب عن إيمانهم وشمائلهم، مع إغراء الدعاة وفرط الحنين إلى القديم وهو منهم جد قريب. وثمة سبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص الصريح، وهو الدسيسة المبثوثة من الدول الأجنبية، كل منها بما يوائمها وبما هي قادرة عليه. وهذا يفسر لنا أن النبوة ظهرت من العرب أولياء فارس ولم تظهر من العرب أولياء الروم، وهم الغساسنة ومن جاورهم من قبائل التخوم السورية، فهؤلاء يدينون بالمسيحية، فلم يظهر بينهم مدع أو مدعية للنبوة، ولكنهم ناوشوا المسلمين على التخوم مناوشة الحرب والوقيعة. أما التغلبيون على مقربة من فارس فلم يكن عليهم حرج من دولتهم التي تحميهم أن يحاربوا دين العرب الجديد بدين آخر، ولم يجدوا حرجا من عقيدتهم أن يسمعوا إلى المتنبئين والمتنبئات، لأن عقيدتهم هذه كانت مزيجا من المجوسية والوثنية ومسحة من المسيحية لا يرضاها أتباع كتاب، فلهذا ظهرت بينهم سجاح، وسلكت في التبشير بدينها العجيب مسلكا لا يستريح العقل إلى تفسيره بغير تفسير واحد، وهو أنها كانت تعمل لغرض سياسي وبإغراء دولة أجنبية، ولا تعمل لغرض ديني ولا بدافع من عندها وعند ذويها. فالسجاح هذه كانت من بني يربوع أقرب بطون بني تميم إلى نفوذ فارس، ثم تزوجت في أخوالها التغلبيين بالعراق، ثم انحدرت من ثم إلى أرض بني تميم مبشرة بدين جديد بعد موت النبي عليه السلام، وانحدر معها جيش كثيف لا يستهان بأمره. فلما دعت قومها الأولين بني يربوع إلى هذا الدين طلبوا إليها على ما يظهر أن تؤلف بطون بني تميم جميعا إلى دينها قبل الزحف على الحجاز لمحاربة المسلمين، فلم يتفق بنو تميم على رأي وتركتهم إلى اليمامة، حيث كان مسيلمة الكذاب يتحفز كذلك للخروج على الإسلام، ولم يكن أوفق لهما بهذه المثابة من التعاهد على غرض واحد هو الزحف على الحجاز، ولكنها رجعت إلى قومها وهي تقول إنها وجدته على الحق فتزوجته، وإنه سيؤدي لها نصف غلات اليمامة، وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها إلى بلادها. فلماذا خالفها بنو تميم؟ ولماذا خالفها مسيلمة؟ ولماذا انحدرت ثم عادت إن كان همها التبشير بدين جديد؟
ولماذا هابها مسيلمة وأعطاها الجزية وهو يأنف أن يعطيها لخليفة المسلمين ويجرد لحربه جيشا قيل إن عدته 40,000 وقيل بل 60، ولم يقل عن 20,000 في تقدير أحد من المؤرخين؟ كل أولئك لغز سخيف لا يقبله العقل إلا على وجه واحد، وهو أنها كانت داعية الفرس لتحريض العرب على الثورة، ومن ثم أصابت ما أصابت من الإخفاق أو النجاح. ويعزز ذلك أنها لقيت في رحلتها عملاء فارس جميعا من أبناء البوادي العراقية والنجدية، وأنها عملت حيث كان الأكاسرة حريصين على تجديد نفوذهم القديم. قال ابن الكلبي: كانت عين كسرى تبذرق أي تحرس من المدائن حتى تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة، والنعمان يبذرقها بخفراء من بني ربيعة حتى تدفع إلى هوذة بن علي الحنفي باليمامة، فيبذرقها حتى يخرجها من أرض بني حنيفة وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن. وعلى هذا تكون مهمة سجاح قد وضحت على هذه الصورة التي لا لغز فيها ولا تناقض بين أجزائها. ويكون بنو تميم وبنو حنيفة وغيرهم قد عملوها المعاملة الواجبة لمن يعتز بصولة الأكاسرة ويخلف المنازلة في وقت واحد. فقد هدمت وقعة ذي قار التي مر ذكرها بأول هذا الكتاب هيبة الأكاسرة في الجزيرة العربية، وساء ظن الأكاسرة بالمنازرة ملوك الحيرة الذين كانوا صنائع فارس، وكانت فارس تعول عليهم في إخضاع البادية القريبة والبعيدة، فنكلوا بهم وعصفوا بدولتهم قبيل ذلك بقليل. فأرسل الأكاسرة أميرة تغليبية لتخلف المنازرة في هذه المهمة القديمة، وكان اختيارها من بني تغلب أدنى شيء إلى المعقول والمنظور، لأنهم أعداء بني بكر الذين تصدوا لحرب الفرس وهزموهم في وقعة ذي قار. ثم كان تردد بني تميم وحنيفة في معاملتها أدنى شيء كذلك إلى المعقول والمنظور، لأنهم أصدقاء المناذرة من زمن قديم، فلا هم راضون بهوانهم ولا هم قادرون على إغضاب فارس، وغاية ما في وسعهم أن يصرفوا سجاح راضية ويقنعوها بأن الثورة على الإسلام حاصلة، ويكون عملهم جميعا معقولا على هذا التفسير حيث يعوزه الفهم والوضوح على كل تفسير سواه، بل نحن نخطر هذا في أخلادنا، فنفهم كيف اشتد التغليبيون في حرب المسلمين، وكيف اشتد المسلمون في حرب التغليبيين يوم اشتبكت جيوش الإسلام وجيوش الأكاسرة على أثر حروب الردة، فهي شدة لها أوائلها ونهاية جاءت بعد بداية. وكانت رحلة سجاح إلى الجزيرة العربية هي أولى الطلائع في حرب الأكاسرة والإسلام. من جملة هذه الأسباب يجوز لنا أن نقول إن المدينة ومكة وجيرتهما كانت تقف وحدها في وجه البادية العربية بأسرها، ومن وراء البادية دول كبيرة تنصرها ولا تنصر المدينتين في هذه المعركة. وقد كانت حروب الردة طائفا من الشر لا شك فيه، ولكنها ولا ريب لم تكن شرا محضا خلوا من جانب المصلحة والفائدة، لأن هذه الحروب وحدت عناصر المدينتين وهما وشيكتان أن تفترقا كل في مفترق، فاجتمعت منهما قوة تكافئ كل قوة في البادية على انفراد، وتيسر لهما من ثم أن تأخذا من البادية قوة تسيل قوى الدول الواقفة لهما بمرصد قريب. ولولا حروب الردة لكان الخلاف بين المهاجرين والأنصار خليقا أن يتشعب ويستفحل، وكان الأنصار فيما بينهم مختلفين شيعتين كبيرتين ثم شيعا صغارا في كل من الشيعتين، وكذلك كان المهاجرون من هاشميين وأمويين ومن سائر بطون قريش، فإن بني هاشم على انفرادهم لم يجتمعوا بينهم إلى كلمة، ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون قريش الأخرى، ودع عنك الوفاق بين طوائف المسلمين أجمعين. فلما تحفزت البادية للوثوب على المدينة أحس المسلمون جميعا أنهم فريق واحد مهدد بخطر واحد،
فاتفقوا بوحي البداهة التي لا موضع فيها لتعمل التفكير وحيلة الحظ والتحريض، ولبثوا متفقين ما كانوا بحاجة إلى الوفاق، وما كان الشقاق بينهم مرهوب العواقب محذور الأخطار. وغني عن القول أن خالد بن الوليد كان في وسط هذه الحومة بكل داع من دواعيه النفسية والعقلية، بداعي العقيدة الإسلامية، وداعي العصبية القرشية، وداعي النشأة الحضرية، وداعي القيادة العسكرية التي قدمته إلى طليعة المجاهدين في هذا الميدان. فشهد حروب الردة من أوائلها إلى نهاياتها، وقسمت له الحصة الكبرى في أهم وقائعها وأعصب أوقاتها، ومنها وقعة واحدة ترجح بها جميعا وتعد من حروب الإسلام الحاسمة في صدر تاريخه، وهي وقعة اليمامة التي انتصر فيها بعد هزيمة قائدين. وتنقسم أعمال خالد في حروب الردة إلى قسمين، أحدهما الذي اشترك فيه مع كبار الصحابة بقيادة الخليفة في المدينة وما جاورها، والآخر الذي استقل به أو استقل على الأصح بناحيته العسكرية، وهو أعظم عملية في هذه الحروب. توفي النبي عليه السلام وجيش أسامة بن زيد في الجوف من أرباض المدينة، والفتنة على مقربة منها تتطلع برؤوسها. فعاد فريق منه إلى المدينة، وأشار بعض الصحابة على الخليفة أن يرجئ مسيرته ويستبقيه عنده فترة من الزمن ريثما يطمئن في عقر داره خلال تلك الغاشية. فأبى أشد الإباء أن يخلف وصية للنبي أوصى بها في مرض وفاته، وقال قولته المأثورة: والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين، لأجهزن جيش أسامة. ونادى في المسلمين ليتم بعث أسامة، ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وسار الجيش إلى وجهته كما أراد، فخلت المدينة من الجند إلا بضع مئات من رجال المهاجرين والأنصار، ودرى أقرب المرتدين إليها بحالها من العزلة وقلة الحامية، فزحفوا عليها وظنوا أنهم إذا هددوها وهي عزلاء وتوسلوا بالمفاوضة والوساطة في الوقت نفسه، رجع الخليفة عن عناده وقبل منهم ما ساوموه عليه، وهو إقامة الفرائض كلها والإعفاء من الزكاة أو من الجزية كما سموها. زحفت مئات من عبس وذبيان وفزار على المدينة، وتركوا شطرا من جموعهم في الربذة حيث تلتقي طرق كثيرة على مسافة 70 أو 80 ميلا من المدينة، وساروا بالشطر الآخر إلى ذي حسا وذي القصة، وهي أقرب محلة إليها، ثم أوفدوا سفراءهم ينزلون بالناس في بيوتهم ويتوسلون بهم إلى الخليفة أن يقبل منهم ما عرضوا عليه. فأبى إباءه الذي لا ينثني وقال: لو منعوني عناقا لجاهدتهم عليه. فقفلت الوفود إلى جماعاتها، وعلم الخليفة بقفولها، وأخذ في التأهب للأمر بحزم العمل وحزم التدبير والحيلة بعد حزم الإيمان، فلم يدع شيئا قط يستعد به للخطر المنتظر إلا أعده في أوانه وعلى الوجه الأمثل في تلك الأحوال. فأقام كبار الصحابة على الأبواب، وجمع في المسجد من استطاع جمعه من المجاهدين، وأرسل العيون على الطرقات من كل سبيل، فما هو إلا أن جاءوه بنبأ القوم ومواضع جماعاتهم المختلفة، حتى خرج مع الليل ليضربهم من حيث لا يتوقعون قدومه، ودهم من كان منهم بذي القصة، فذعروا لهذه البغتة التي لم تكن لهم على بال، ولاذوا بالفرار حتى لحقوا بأصحابهم في ذي حسا، فصمدوا هناك للمقاومة، وقيل إنهم تحيلوا على إبل المسلمين التي لم تروض للقتال، فضربوها بالأنحاء المنفوخة في وجوهها، فنفرت وولت مجفلة من حيث أتت، فأطمعهم ذلك في الهجوم على المدينة، وظنوا أن أهلها لن يفارقوها يومهم على الأقل بعد هذه الهزيمة. إلا أن الخليفة لم ينتظرهم معتصما بالمدينة كما انتظروا، بل خرج بمن معه في هزيع من الليل على تعبئة كاملة،
وهبط عليهم عند طلوع الصبح وهم على غير أهبة، فلم يلبثوا قليلا حتى تفرقوا وارتدوا، ولم تقم لهم بعدها قائمة في هذه المحاولة الفاشلة، لأن جيش أسامة عاد من وجهته قبل أن يسيفهم مدد نافع، فيأسوا أن يأخذوا المدينة عنوة أو غرة بعدما أعياهم أخذها وهي قليلة الحامية مفتوحة الطريق. تلك كانت هجمة المرتدين الأولى على معقل الإسلام، ظفر فيها المسلمون لأنهم اعتصموا بحزم الإيمان وحزم التدبير وحزم الوفاق، وانخذل فيها المرتدون لأنهم كانوا على نصيب ضئيل من هذه العدد الثلاث، فخانتهم عزيمة الدين وعزيمة الرأي وعزيمة الكلمة الواحدة. ولعلهم لو شاءوا أن يتحدوا كلمة وفعلا لفاتهم طلاب ذلك لقلة الكلأ والماء الذي يكفيهم مجتمعين، فكان تفرقهم مما أعان المسلمين عليهم وعوضهم من قلة الجند رجحانا يقابلون به الكثرة وهي منحلة الوثاق.